اللعبة لعبتنا من بداية الصفارة لنهايتها، الوقت ما يتحرك، بس اللي هم حركة الكرة. كرة عنيدة طيحت قلوبنا ببطوننا، خبطت بالعارضة خبطت بقلوبنا، والوقت الإضافي خلى الأعصاب تطفي. مو أي حركة تحركنا، رفع يده رفعنا صوتنا، رفع يمينه رفعنا علامنا، وبآخر دقيقة انقلبت اللعبة وفرحة قلوبنا. ركسونا تدري إنك تشجع بقلبك. حياك في منطقة المشجعين حقتنا، والبس مراقب ضربات القلب وعيش المباراة مع البث المباشر. ركسونا، شجع بقلبك.